ايوه حقيقي. انا فاكره في الماجستير بتاعي كنت بشتغل على الترسومه بتاعت الانيمالز، فكان في متعهد بيجيب لنا فران كده من كرداسه كده حته فيها تبقى ناتشرال انفكتد سلاله من الترسومه غير بتاعتنا، وكنت اعرف ازاي ان انا عايزه الترسومه عشان اعمل عليها البحث بتاعي. فكنت بعمل ايه؟ لما بيجي الفار اعرف ازاي ان هو مش ضحك عليا وده انفكتد، بقطع عينه كده واخد الدروب اوف بلاد على طول على الميكروسكوب، اول ما الاقيها بتتحرك زي ما انا وريتها لكم كده يبقى ده انفكتد، ابتدي اشتغل على الفار. لو مش شايف انفكشن اقول له عايزه ايه؟ شايفين احنا في الفار معذبين ازاي؟ طيب لو النقطه دي العينه مثلا الفرازيت ما بيتحركش، عندي وسيله اسهل ان انا اخدها واصبغها وافحصها تحت الميكروسكوب زي ما انتم شفتوها في الكلاس العملي، مش كده؟ مش انتم شفتوها كده في العملي؟ حصل ولا ما حصلش؟ في البراكتيكال كلاس ما حصلش كلاس؟ تمام؟ يبقى ممكن اشوفها على سنين بس لازم تبقى ميجن او بعد ما اصبغها كده، يبقى دي وسيله. طيب وسيله ثانيه ايه؟ ممكن ناخد الاسبايرين ده ويفرضوا البارازايت كميته قليله جاي من ويست افريقيا، اروح واخداه واحطه في حته مكنطره، ازاي؟ احطه في كالتشر. بس لما احطه في الكالتشر هلاقيه بصوا عامل زي الاسم البلوسايد، الفلاجيلم طلع من جنب النوكليوس مش من ورا. الشكل ده اسمه ايه؟ ايبي ماستيكو. عشان لما بنكتب لو طلب مننا الدايجنوستس في الامتحان باين احنا فاهمين، لو خدنا اسبايرين هنلاقي البارازايت شكله اللي هو الشكل الاولاني ده اللي هو اسمه تريكو ماستيكول، لو حطيته في كالتشر هلاقيه اتغير وياخد الشكل ده اللي اسمه الابي ماستيكول. ممكن اخد الاسبايرين بقى واكترها مش في طبق مزرعه، لا اكترها في لابوراتوري انيمال. بس احنا قلنا ايه يا جماعه؟ ان في سلاله اسمها التريبانسوما جامبيانزي لما بنحقنها في لابوراتوري انيمال بتدار. فلو انا شاكه ان العيان بتاعي مصاب بالسلاله روديزيانزي يبقى اصلح يصلح ان انا استعمل اللابوراتوري انيمال كميثود ان انا بكتر فيه البارازايت. ابقى فاهمه لو العيان جاي من وسط افريقيا الطريقه الانيمال انوكيليشن دي ما تنفعش. يبقى في كل الحاجات دي انا هشوف البارازايت، يا اما افحص الاسبايريت على طول، يا اما اكتره اني احطه في كالتشر، يا اما اكتره اني احطه في انيمال وبعد كده افحص البلاد اوف ذيس انيمال. طيب هل عند المعمل وسيله ثانيه؟ ايوه الوسيله الثانيه بقى السيرولوجي اللي هي ايه؟ يعني ايه بالظبط؟ ياخد من العيان عين الدم ويفصل ياخد السيرم ويدور في السيرم ده على اجسام مضاده انتي بوديز كونها باسم العيان للتريبانسوما اللي كانت ماشيه في البلاد بتاعه. هيلاحظ حاجه غريبه جدا ان دم العيان مليان اي جي ام اجينس التريبانسوما. ازاي ده كتير جدا جدا؟ ليه بقى؟ هلاقي كميته رهيبه. ليه؟ دلوقتي التريبانسوما اهي بيبقى على سطحها الانتيجنز بتاعتها. التريبانسوما دي عايشه في البلاد ستريم وحواليها كل الخلايا بتاع الميون سيستم وما بتقدرش تموتها. ليه؟ لانها بتقدر تعمل حاجه اسمها انتيجينيك فاريشن. هي دلوقتي على السطح بتاعها ديس شيب اوف الامينو اسيد سيكونس اللي احنا عارفينه او المميز للتريبانسوما موجود. الميون سيستم او البي ليمفوسايتس عرفت ان ده كائن غريب كونت له انتي بوديز اهي عشان تمسك فيها. حصل ايه؟ راح موقعاها وادت اوردر بانتيجين بشكل مختلف. يبقى الانتي بوديز اللي كونها جهاز المناعه بتاع العيان مش هتقدر تمسك البارازايت. هنبص نلاقي الانتي بوديز دي متجمعه في البلاد ملهاش اي تاثير. الاميون سيستم بعد شويه هيعتبر ان ده بارازايت جديد لان الانتيجينز بتاعته مختلفه، هيروح مع مكون له انتي بوديز مناسبه للايه؟ الانتيجين الجديد. بصوا كده يروح مغيره. يبقى هو عنده من جوه اوردر ان هو كل شويه يروح مغير شكل الانتيجين السيكونس بتاع الانتيجين اللي على السيرفس بتاع البارازايت بحيث ان الاميون سيستم عمال يطلع انتي بوديز اشكال والوان وكلها اوف نو فاليو مفيش حاجه فيها قادره تمسك البارازايت. خلاص اهو اتجمعوا شايفين كميه الاي جي ام ويبتدي الاميون سيستم يعمل انتي بوديز جديده يروح مغير وهكذا. يبقى لازم نعرف ان التريبانوسوما عندها جينز جوه جينز في 1000 شكل من السيرفس جلايد بروتينز بحيث
انت بتعيش جوه جسم العيان وتاتاكي تيشوز ممكن العيان يموت والاميون سيستم مش قادر عليها. علشان كده دايما بنقول ان البارازايتس في الخلطه بتاعتها متطوره اكتر من البكتيريا والفيروسز، وعشان كده الانسان لحد دلوقتي ما نجحش ان هو يحضر فاكسين اجينست البارازايت. ليه؟ لان البارازايت عنده القدره ان هو يهرب من جهاز المناعه بتاع العيان. تمام؟ يبقى كده عشان ما ننساش هنشخص عيان التريبانوسوما ازاي؟ اخد الاسبايرين من الشنكر او ليف نود او بلاد او سي اس اف واشوفه مباشره او اكتره في مزرعه كلتشر او اعمل له انيمال انوكيليشن. لو كل الوسائل دي فشلت ادور في البلاد بتاعه على اي جي ام اجينست التريبانوسوما وبلاقيه موجود بكميه كبيره. كده خلصنا انف بالنسبه للتريبانوسوما بتاع الافريقي. التريبانوسوما بتاع امريكا قلنا بتعمل مرض اسمه شاجز ديزيز نسبه للدكتور شاجز اللي هو شخص العيان ده قدام 2 سنتيمتر. اصابات فين يا دكاتره؟ امريكا لون احمر جنوبيه والمصريه يبقى مش عندنا خالص. طيب مين المسؤول عنها الانفكشن؟ قلنا نوع من البكس موجوده هناك يعني بالعربي البط لها اجنحه وساعات ده الاسم العلمي بتاعها وساعات بيسموها ايه؟ بيسموها كيسين بط. ليه؟ لانها بتحب دايما تقرص العيان في وشه فبيسموها كيسين بط. تمام؟ شكل التريبانوسوما بروزي ايه؟ دايما البارازايت بياخد شكل السي شيب كده والبدايه اللي بيطلع منها الخيط اسمها كارنيتو بلاس بيبقى كبير عشان يختلف عن التريبانوسوما اللي شفتوها في المعمل. والتريبانوسوما توزي طول ما هي بتلف دم العيان بتبقى واخده شكل السي شيب ده. لما تيجي تهاجم التيشوز بتغير شكلها وتاخد الشكل اللي هو البيضاوي الصغير وملهاش اي خيط طالع. ده اسمه اي ماستيكود. اي ماستيكود ايه معناها؟ نو نو ماستيكود، مفيش ماستيكود يعني مفيش خيط طالع من البارازايت. يبقى نفتكر تاني التريبانوسوما توزي وهي فين؟ يسبح دم العيان شكله سي شيب. خلاص؟ لما بتيجي اتاك التيشوز بتاع العيان بياخد الشكل الاي ماستيكون اوفر مفيش خيط طالع منه. دي اهم الايه الحاجات اللي عاوزين نعرفها بالنسبه للشاجز. عاوزين نعرف ازاي وينج الباك بتاخد الانفكشن من العيان وتنقله للسد. هي دلوقتي واقفه اهي شايفين على وشه عشان تفتكر كيسين بارد بيحب دايما القرصه تبقى من الفيس. وعلى فكره البايت بتاعها نوت بيز يعني ممكن ما ياخدش باله وتقرصه مش حاسس باي الم. تمام؟ بيبقوا الناس ماشيين والحاجات دي بتبقى موجوده هناك في الحتت الجبال الصخريه اللي مصنف للجبل يعني فممكن يكون نايم مريح في اوبن اير وهي ماشيه ومش حاسس باي. لما هتقرص العيان هتسحب من دمه الانفكشن في البلاد شكله ايه؟ سي شيب. هتخش على الالمنتال كانال بتاع الوين بارك. احنا اتفقنا اي جهاز قاضي بتاع اي حشره ثلاثه لويز فور جات ميد جات هاند جات توازن وصفر استومك انتستن اوف مان. يبقى هتخش التريبانوسوما شكلها سي شيب. هيحصل لها ايه؟ اول حاجه بعد ما بتوصل هتغير شكلها وتاخد الشكل ده اللي هو الاي ماستيكوز وتبتدي تزيد بقى مالتيبلاي تكتر. يبقى دلوقتي الالمنتال كانال بتاع المين بقى مليان بالاي ماستيكوت. هتقف عند كده؟ لا، هتكمل ورا وتغير شكلها. شايفين؟ هتعمل الشكل اسمه الاي ماستيكوت. وبعد كده هي لسه ما بقتش انفكتد ستيج. بعد كده هتتجمع تحت خالص وتعمل شورت ستامبي ميتاسايكليك تريبانوسومز ده الانفكتد ستيج. لما نوصل للمرحلة دي يبقى كده دلوقتي وين البلد معدية. لما تيجي تقرص أي شخص سليم دخول البلد هيخليها ديفيكيت أند سايكل بايت ويبقى كده مكان البايت من القرصة اتلوث بالسكور أوف ذا وينج بلد كونتيننج شور ستامبي متسايكل كريبانسوس. النوع ده إيه؟ البارازايت قتل وتغير ديفلوب كذا مرة فده بايولوجيكال ترانسميشن. عشان انا بفكرك عشان في جزء الارثروبوز هيسالك الارثروبوز دي بتنقل الديزيز ازاي؟ بيولوجيكال ولا ميكانيكال زي الدبانه؟ هاوس جارد.
طيب نيجي بعد كده تاني، عشان الكتاب مكتوب المود اوف انفكشن، فعايز انبهكم احنا اتفقنا خلاص المود اوف انفكشن ان بتيجي الوينج باك تقف على جسم العيان بعد ما تقرصه، هتنزل النقط الزرقاء دي اللي هي انفكتد ستيج ثرو الفيسز. عاوزين نفتكر كده، لو اتسالنا بتبريتد في الاورال ده الاساس، لان في الكتاب مكتوب ان ممكن الانفكشن تبقى عن طريق الحاجات دي، بلاد ترانسفيوجن شخص عيان، المذر وهي بتسكن هير تشايلد كانت بتنزل مع الميلك، وهي بريجننت رسائل تروس البلاسنتا، كل دي حاجات بين الايه والكيس ريكوردز. وبعض الدكاتره هناك قالوا اه احنا جات لنا حاله عدوى كذا عدوى كذا، دي حاجه بين الايه. يبقى لما نتسال ازاي المود اوف انفكشن نقول الجزء ده كونتامينيشن اوف سكين ابريشن باي وينج باك فيس. لو في الاورال الدكتور يعني حب يسال ممكن وسيله ثانيه نبقى نقول الحاجات دي، انما ما حدش يقول مثلا بنتعدي ازاي من الشاكه الزيز نقول بلاد ترانسفيوجن، ما ينفعش، لازم نقول الحاجه الاساسيه، لان اللي تحت دي زي ما قلت لكم كلها فيس ريكوردز، حاجه بارد بارد. نيجي بقى للجزء المهم، لنا كدكاتره عيان جاي لنا عرسته وينج باك ومحتمل انها تقل شاكه الزيز، هيجي يشتكي من ايه؟ الاول بعد البايت هيخش في حاجه اسمها اكيوت فورم، مكان القرصه هيبقى انفليت وسوالت، وبرده عشان يكرموا شاكس سموها شاجوما، خلاص الديزيز اسمه شاكس ديزيز، فبيسموها الشاجوما هي توازي البنسوما شعر كلها مسميات بنفس الحاجه انفلاميشن ات ذا سايت اوف بايت. بعد كده الباراسايت هيروح فين؟ هيمشي زي ما مشيت البنسوما بتاع القفل على البلاد والليف نودز، وبعد كده تخش على الاورجنز. يبقى البارازايت هيوصل للليف نودز، بس مفيش الحاجه المميزه بتاعت الانتر بوتم دي، ومنها للبلاد ومنها يروح للاورجنز والتيشوز. ده الباثوجينيسيس في الحاله الاكيوت. تمام؟ العيان هيجي لنا عنده فيفر، الليف نودز اللارج زي بتاع افريكا، عنده سكين راش، لما توصل الليفر والسبين هيبقوا اللارج زي العيان بتاع افريكا بالظبط. وبعدين احنا قلنا المكان المفضل الفيس، فساعات لما بيحصل البايت اند فيس السبايبه بقى بتعمل نوع من الالرجي، فبصت العيان الناحيه اللي اتقرص فيها دي من وشه كلها ورمت، واكثر مكان بيبان لي الاديمه والسويل عند الاي. ليه؟ لان السكين تحتيه سبيس ما هوش مشدود على جلد العيان، فالسويل بيبان واضح قوي عند الاي. العلامات المميزه للشاجر ديزيز زي الوينتر بوتوم ساينز في افريكا المنظر ده، بيجي الطفل او سواء طفل او شخص كبير اتقرص في وشه، روح للدكتور بالساين اوف بايت يبقى ديمينس سبيشالي الابر واللور ليج، لو فتح عينه كده يلاقي الكونجكتايفا كلها انفليت، ده بيسموها رومانا ساين. رومانا ده اسم الشخص اللي شخص الانفكشن، وبالنسبه له بتثبت رومانا ساين. يبقى رومانا ساين يعني ايه اللي بيحصل؟ لو انا سالتكم رومانا ساين يعني بيحصل ايديما في الناحيه اللي اتقرص فيها في الابر واللور اي ليد، ولو فتحنا هنلاقي كونجكتايفا كمان في الفيلم. طيب تفسيرها ايه رومانا ساين دي؟ دي الرجيك رياكشنز بالبايت بتاع الويف بايت. خلاص فهمنا؟ بعد كده البارازايت هيوصل بقى ويهتاك المين والبرين والبرنجيز، هيحصل انفلاميشن، ممكن يدخل في هارت فيلير لو البارازايت اتاك الهارت. النهايه ايه؟ العيان بعد ما يعدي في الاكيوت فورم يا اما هيموت يا اما هيدخل في الكرونيك فورم. بعد ما يوصل للبرين والمننجيز العيان هيحصل الدف او باس للكرونيك فورم. الكرونيك فورم بقى احنا قلنا البلازوما كروزي اللي هي سي شيب بتروح تاتاك المسلز وتعمل مشكله في الاميون سيستم بتاع العيان. ايه اللي بيحصل؟ البارازايت، اقول لكم البارازايت في الخلط بتاعها ازاي بتطلع انتيجنز على السيرفس تشبه الانتيجنز السلف بتاع العيان، فبتلخبط الاميون سيستم، بتعمل له كونفيوجن وتخليه يطلع انتي بوديز لجسمه هو، اوتو انتي بوديز. ليه؟ لان البارازايت عمل انتيجين سيميلر للسيلف انتيجين اوف ذا بيشنت. ده بيكون نتيجته ايه؟ ان الاميون سيستم بيطلع انتي بوديز بتكسر الماسلز بتاعته، اكتر حاجه هنلاقيها في الهارت ماسل،
جسم العيان هيطلع انتي بوديز اجينست الهارت ماسلز فهيدمر عضله القلب، القلب هيتحوش فيه بلاد مش قادر تطنق، فالعيان هيخش في حاجه اسمها كونجستد هارت فيلر، طبعا دي قاتله. بيروح فين كمان البارازايت؟ بيروح للاوسافيجس ويدمر المسلز بتاعت المول اوف ذا اوسافيجس. الاوسافيجس دوره ايه؟ ان هو لما ناكل يعمل بامبنج كده ويبوش الفود للاستمك، الفانكشن دي هتبقى ديسترب، المسلز بتاعت الاوسافيجس مش قادره تبوش الفود للاستمك. العيان هيلاحظ ان هو لما ياكل اكل يتحوش في الاوسافيجس، الاوسافيجس عماله تدايليت، يبقى يحصل له حاجه اسمها ميجا اوسافيجس، وعنده ديسفيجيا، مفيش اكل بيوصل للاستمك خالص. تمام؟ ممكن يروح لفين كمان اكتر بقى؟ يروح للمسلز بتاعت الكولون، يبقى الكولون مش قادر يعمل اي بريستاسيس ويبوش الانتستاينال كونتنتس، يبقى العيان في الحاله دي هيحس بايه؟ هيحس بالديستنشن، الاكل متحوش او قدرات الاكل متحوشه في الانتستين، وعنده ديستنشن ومفيش ديفيكيشن خالص، عنده كونستيبيشن. بصوا الصوره دي، the patient died of affection of the esophagus and intestine، نتيجه ان البارازايت بتسبب في حصل خلل في جهاز المناعه، كون انتي بوديز للمصل بتاعه للمرحله والوصلنا للمرحله دي، عنده ميجا اوسافيجس وميجا كول، يعني هيوج اوسافيجس وهيوج كول. في ريبورتد كيسز انه ممكن في العيانين اللي مناعتهم ضعيفه البارازايت يدمر السنترال نيرفس سيستم والثايرويد كده. خلصنا الاكيوت والكرونيك ستيجز اوف شاجاز ديزيز. ازاي الدكتور يشخص عيان عنده شاجاز ديزيز؟ قلنا برضه حسب الستيج اللي جاي فيها والدايجنوسس اللي بيبتدي في نعمل، بيروح واخد عينه بلاد ويشوف البارازايت، هيلاقيه طالما هو في البلاد ساك شكله سي شيب. تمام؟ طيب ممكن العيان جاي بانلارج ليفر سبلين او ليمف نودز انلارج، ممكن ياخد منهم بايوبسي، في الحاله دي البارازايت طالما في التيشوز يبقى واخد الشكل ده اللي هو الايه ماستيكول. تمام؟ طيب ممكن ايه كمان؟ ياخد الماتيريال يحطها في كالتشر هيمالتي بلاي ياخد الشكل ده الاي بي ماستيكول. تمام؟ اهم حاجه الدايجنوست اللي عارفين الاشكال دي. الريبانسوما دوزي وهي في البلاد شكلها ايه؟ روف سيرف عادي سي شيب. لو اتاكت التيشوز بتاع العيان شكلها ايه؟ ايه ماستيكول. لو حطيناها في كالتشر هتبقى ايه بي ماستيكول. ادي الاشكال بتاعتها. في بقى وسيله اسمها سينو دايجنوزز، دي حاجه تضحك كده، بيعملوا ايه بقى؟ لما بيبقى العيان ده شاكين ان هو عنده شاجز ديزيز، ممكن ياخدوه عندهم في المستشفى ويروحوا جايبين ترايتوما لابوراتوري براند، لابوراتوري براند يعني جايبينها من معمل وعارفين انها نظيفه ما رصدش اي شخص خالص والالمنتري الكمال بتاعها نظيف، ويحطوها في كاب كده ويسيبوها تقرص العيان. لو العيان ده عنده شاجز ديزيز بيحصل ايه؟ معلش هي شكلها مميز وممكن تيجي سؤال في الامتحان. الزينو دايجنوز ده نبقى عارفين الحدوته. يبقى لازم ده عيان شاكين انه عنده شجر ديزيز، جبنا ترايتوما لابراتوري بريد يعني يشوف انها كليف، وحطيناها على جلد العيان في كاب وخليناها تقرص العيان، هتاخد دم منه. لو العيان ده عنده شجر ديزيز يبقى هتسحب السي شيب من البلاد بتاعه، وهنسيبها بقى يحصل ديفلوبمنت، تعمل الاي ماستيكول وبعدين الهيبي مسيبوه. بعد اسبوعين ثلاثه يروح في المعمل مشرح الوينج بارك يشوف الديفلوبمنتال ستيج، لو لقاها ده دليل على ان العيان ده كان انفكتد. خلاص؟ وسيله فور فن. ممكن اشوف الانتي بوديز في دم العيان، ممكن احقن الانتيجين سكين انتراديرمالي والاقي الشاروما ظهرت، والموليكيولار تكنيكس دي فور بي سي ار. يبقى فور ريسيرش دي الوسائل الموجوده عندكم في الكتاب. اهم حاجه ايه؟ اللي هي اول واحده ان انا اخد البلاد واشوف البارازايت والبلاد سيرفي. خلاص كده خلصنا الافريكان والامريكان تريتانوسوز. دول التريتمنت بتاعهم اخر سلايد. التريتمنت بتاعهم لو العيان عنده افريكان تريتانوسوميز يعني سليبنج سيكنس، لو كان في الايرلي ستيج شنكر او سواحل في الليف نودز، في الحاله دي نديله ايه؟ فنتانيديل. لو جالنا في ليت ستيج خلاص داخل بقى في الكوما والحاجات دي، الدواء ده ترايكارسامايد فيري افكتيف.
في دواء جديد اسمه كورنيداين مفيد ويقدر يقضي على البارازايت في اي سيتويشن. يبقى لينا كده، يبقى جاي لنا ايرلي هديبندمتي، جاي لنا ليت ترايبارسامايد، في دواء اسمه كورنيداين افكتيف ات اني ستيج. فحتى الشد ديزيز بديله ايه؟ نقدر نحفظ اول واحد 940 بوكس، وممكن صح نحفظ البريماتين عشان ده دواء بيستعمل في علاج الملل لو عايزين نقلل كميه الحفظ. كده عرفنا هاو تو تريت افريكان تريبانسومايزز وامريكان تريبانسومايزز. في اي استفسار في اللي انا قلته؟ اقل من ساعه ممكن بقى الحل شويه؟ طيب ايه رايك مع بعض؟ Protozoan infections that do not cause fever and infectious pneumonia. Enlargement of fever with fever. Infection of Leishmania, which I have to do a yes, I have a fever and enlargement of fever with fever. Sleeping sickness, which I have not heard of, they have a fever and enlargement of fever with fever. Chagas disease, which I have a fever and enlargement of fever with fever. أميبيك هيباتايتس، الأميبا لما بتأفكت الليفر هي دي اللي مفيش فيها التلاتة دول مع بعض، فيبر واللارج والليفر. طيب ده سؤال مفروض برضه من اللي حضر محطة الشمال. سمير تيكن فروم ذا إيدج أوف أورينتال سور، عارفين أورينتال سور؟ هي شمالية وسكيب. هنشوف فيها لو خدنا من الإيدج هنلاقي ولا ايه الماستيجوت الاسماء اللي هي اللي عايزاكم تحفظوا؟ ايه الماستيجوت؟ تريكو ماستيجوت. ايه ماستيجوت؟ ايه ماستيجوت؟ ادي شكلها اهي خلاص هنرد شكلها. ادي شكل الكرو ماستيجوت ايه؟ الخيط طالع من الطرف من قدام تمام؟ الايبي ماستيجوت الخيط طالع من جنب النوكليس. التريكو ماستيجوت الخيط طالع من الوعد. خلاص حفظنا؟ البروتوزوا بتعمل انفلاميشن اوف دي كونجكتايفا. استخدمها دلوقتي البنسوما الروسي ولا البنسوما الروسي الانفلونزي ولا الروسي الروسيانزي ولا الشمالي الروسيانزي.